بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حوار خاص مع نجم أول مرة يكون موجود في الإعلام. اختصنا بهذا الحوار أن يكون معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. علشان نعمل الحلقة النهاردة أكيد في إجراءات كتير وقائية اتبعناها، جوانتيات، ماسكات، وكمان كل المطهرات عشان نقدر نسجل مع ضيفنا النهاردة. لما بنتكلم عن النادي الأهلي وتاريخه في حراسة المرمى ومدربيه أيضا حراس المرمى، أكيد تاريخ كبير. تاريخ ابتدى من سنة 1934 وكأس العالم، ومشاركة مصر كانت أول مشاركة عربية وأفريقية. كان وقتها حارس مرمى منتخب مصر مصطفى كامل منصور كان حارس مرمى النادي الأهلي. في مونديال إيطاليا 90 أيضا كان حارس مرمى منتخب مصر كان هو حارس النادي الأهلي الكابتن أحمد شوبير، وكان وقتها مدرب حراس المرمى الكابتن حازم كرم المدرب الأهلاوي. في مونديال روسيا 2018 أيضا اللي كان بيحرس عرين منتخب الفراعنة وقتها كان الحارس الأهلاوي الموهوب محمد الشناوي. الثلاث مشاركات للفراعنة في كأس العالم كان الحارس الأساسي أهلاوي. زي ما بقول لحضراتكم، تاريخ كبير للنادي الأهلي في حراسة المرمى وأيضا في المدربين. يعني لما بنتكلم عن حراسة المرمى في أسماء كبيرة وعظيمة ورنانة، يعني بنقول عادل هيكل، يعني بنقول عبد الجليل حميدة، يعني بنقول مروان كنفاني، يعني ثابت البطل، يعني إكرامي، يعني أحمد شوبير، عصام الحضري، أمير عبد الحميد، شريف إكرامي، محمد الشناوي، وغيرهم كتير وكتير من حراس المرمى اللي تركوا بصمات كبيرة في الكرة المصرية وأيضا مع النادي الأهلي. ضيفنا النهاردة كسر القاعدة، بمعنى يعني كل المدربين اللي دربوا حراس مرمى النادي الأهلي، والنادي الأهلي كان محظوظ، كانوا مصريين، لكن ضيفنا النهاردة هو أول أجنبي يدرب حراس مرمى النادي الأهلي. ضيفنا النهاردة هو ميكيلي يانكوني، زي ما هو بيحب إن احنا نقوله ميكيلي. هيكون ضيفنا النهاردة، هنسأله أسئلة كتير، هنسأله عن النادي الأهلي وجماهيره وحراسه، هنسأله عن حياته في القاهرة، وأيضا عن ريني فايلر. هنسأل ضيفنا النهاردة أسئلة كتير، ولكن استنونا بعد الفاصل. بنرحب بضيفنا النهاردة مستر ميكيلي يانكوني في أول حوار ليك النهاردة تكون موجود معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. بونجور، صباح الخير، وأنا سعيد جدا موجود معاكم النهاردة. بعد فترة مزدحمة خلال الفترة اللي فاتت، مباريات كتير، مباريات مضغوطة، أيضا سفريات أفريقية، دلوقتي توقف النشاط الرياضي، يوم ميكيلي بيمشي إزاي دلوقتي؟ للأسف طبعا في ظروف زي دي احنا أول ما جينا هنا جينا عشان نشتغل، نشتغل عشان نادي الأهلي، نادي العظيم. دلوقتي نعدي بفترة للأسف ما حدش كان ينتظرها ويتوقعها. الفيروس وقف الحركة في العالم كله، فصعب في الوقت الحالي، يعني صعب يجد حلول، مش عارفين نعمل ايه بصراحة، نتصرف ازاي. بنحاول يعني نتبع التعليمات بتاعت الحكومة، ونحاول قدر الإمكان نفضل في بيوتنا، ما بنخرجش، نخرج بس عشان نعمل مشتربات وبنرجع تاني. بالنسبة لي أنا شايف إن الفيروس المفروض ما نخافش منه، لكن المفروض نحترمه، ولازم مدركين شوية إن في خطورة، المفروض نحترمه، ولازم نتبع التعليمات اللي بتديها لنا الحكومة عشان نحافظ على نفسنا، نلبس جوانتيات، نلبس ماسكات، كمامات، نغسل ايدينا من وقت للتاني، نحاول ما نقربش قوي من الناس. لو كلنا تابعنا يعني بشكل حرفي الحكومه بتقوله من تعليمات، اعتقد ممكن نخرج الموضوع ده اسرع. اسرع بشكل ان الحياه لازم ترجع تاني، لازم نستأنف الحياه مره تانيه. لان في ده بتلمس كل جوانب الصحه، يعني خاصه في دوله زي مصر او زي ايطاليا
فيها تعداد سكان كبير وعايشين على السياحة، دي هتبقى الأمور أصعب دلوقتي، توقف الحياة بتصعب الأمور. وفي كرة القدم كمان الأندية الكبيرة، الأندية الكبيرة في العالم متضررين طبعا من الإيقاف ده. أعتقد الإنسان المفروض يبقى مدرك ده، ولازم نتبع باحترام كل اللي بيتقال من تعليمات. نفضل لازم نفضل في بيوتنا، نفضل بيوتنا زي ما احنا بنعمل، قاعدين في بيوتنا محدش بيخرج. انا صحتي كويسه لاني بحافظ على نفسي وقاعد في البيت ما بخرجش عشان اتجنب ان ما اقابلش ناس وممكن حد يكون حامل الفيروس. لو الكل اتبع كل التعليمات دي وده للمصلحه العامه هنخرج من اللي احنا فيه. اكيد نصائح مهمه، يعني اكيد الناس كلها دلوقتي وهي بتشوف الحوار بتاعنا اكيد بتتبع الخطوات انها تقعد في بيتها، عشان دي كلها اجراءات وقائيه علشان نقدر نحجم طبعا من الفيروس علشان الحياه تعود مره اخرى. كنت متوقع ان ممكن العالم في لحظه يتحول الى مدينه هادئه بسبب هذا الفيروس. دي حاجة بصراحة حاجة مجنونة ما كانش حد يتخيلها، ما اقدرش اتكلم طبعا حد بيتخيل حاجة زي كده. انا عندي بنت عايشة في ايطاليا في الفترة الحالية، لما بشوف حتى في القاهرة، يعني مش ايطاليا بس، لما بشوف الفترة دي بصعوبتها ان القاهرة المفروض اصلا مزدحمة، بخرج ساعات اشتري حاجات ما بلاقيش حد خالص في الشارع، ما بلاقيش اي حد موجود في الشارع. طبعا ببقى حزين، شيء محزن، لان الحياه مليئه بضجر الحياه. في دول يعني الناس بتعيش بره في الشوارع زي مصر زي اسبانيا، عندهم متعه الاستمتاع بالحياه والخروج، بناخد بنسحب الفرحه والسعاده من قلوب الناس بالهدوء. وطبعا كلنا عندنا قلق، خايفين من الموت، عندنا رهبه. في ناس ما بيهتموش بيخرجوا، ما بيقلوش باللي بيحصل، وفي ناس مهتمين وخايفين وبيحبوا الحياه بيحاولوا يحافظوا على نفسهم ما بيخرجوش. انا شفت الشعب هنا في مصر، الشعب المصري بيحب الحياه، محب الحياه، الناس بيحبوا يخرجوا ويستمتعوا ويفرحوا. حاجه زي كده تحزنني لما الاقي الشوارع فاضيه يعني. للاسف ما كانش حد على الاطلاق ينتظر حاجه زي كده. وانت بتتكلم عن ايطاليا وبتقول ان بنتك مقيمه في ايطاليا وكانت نشأت ايضا او ولاده ميكيلي كانت في ايطاليا، شايف ايضا يعني ايطاليا الوضع فيها بعد ما كانت مدينه يعني صاخبه بالخروج وبالفسح، دلوقتي اصبحت برضو ايطاليا مدينه هادئه، بيتم التواصل مع بنتك دلوقتي في ايطاليا ولا؟ انا اتولدت في ايطاليا وانا عندي 4 سنين سافرت مع والدي مع اهلي. والدي بيشتغل في المعمار، اشتغل هناك في ايطاليا في المانيا، سافر يشتغل في المانيا من ايطاليا. وسنة 54 رجعت، سنة 74 رجعت بلجيكا مطرح ما قعدت يعني ما استقريت، وكان مع اهلي استقريت هناك. سنة 74 دلوقتي اهو اكثر من 50 سنة قاعد هناك. انا دلوقتي شايف ان انا بقيت دولي بقى، يعني بنتمي لكل الدول، بس انا اتواصل مع اهلي في ايطاليا لاني بنتي قاعدة هناك. بنتي عايشة في توسكان في ايطاليا، وابني كان قاعد برضه في شمال ايطاليا في حته اسمها بومباردي. هو اكثر منطقه كان فيها تاثر وفيها نسبه وفيات بسبب الميكروب الفيروس. ودي دي يعني دي دي عمته اخت والده قاعده هناك، فابنه وعمته قاعدين هناك بقى قلقانين من اللي بيحصل، لان بالوجه العام بالشكل يومي في ناس بتموت كل يوم. لكن لسه في امل عندنا، في ناس لسه برضه بتحاول، في ناس بتشفى، وده بتدي نسبه امل، بتدي طاقه امل للناس، في ناس لسه بتخف ان لان في امل في الشفاء. لكن الشعب الايطالي شعب زي مصر بيحب الحياه، دايما منطلقين في الشوارع وبيحبوا يخرجوا. وطبعا عندهم مشكله ان هم يتقوقعوا في بيوتهم، يقعدوا في بيوتهم، ينغلقوا في بيوتهم. صعب جدا 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 بالنسبه لهم الشعور ده، بيخضعوا ليه وبيقبلوه وبيعملوه، بس للاسف في الوقت الحالي يعني لغايه دلوقتي ماشيه. بس طبعا بوجه عام يعني لازم الموضوع ده ما يطولش كتير عشان الناس بعد كده مش هتستحمل فتره طويله، لان بعد كده لو الوضع يطول عن كده اعتقد الموضوع هيبقى معقد اكتر، هيبقى فيها حياه من عدم القبول او عدم من الخلق مش هيستحمل، لان في الاخر برضه لازم نعرف ان دي ازمه وبنعيشها.
وبعد كده الناس هيبقى في صعوبه جامده جدا بالنسبه للناس ان هم يتاقلموا مع الوضع ده ان يكون وضع دائم. ان شاء الله يقدر يتواصل مع كل افراد اسرته خلال الفتره اللي جايه وكمان يتقابلوا. عايزين نرجع بقى بميكيلي ورا كام سنه كده ونذكره بقى بداياته مع كره القدم نشاته. Voilà, j'ai commencé le football à l'âge 9 ans. بدأت كرة القدم وأنا عندي 9 سنين. نادي صغير جنب نادي في منطقة في ألمانيا. درجة أولى. بدأ مهاجم. بدأت مهاجم بعد 5 6 ماتشات بدأت مهاجم. كان بيدخل فينا جوان كتير الحارس بتاعنا ما كانش كويس وقلت للمدرب طب انا احاول اجرب اقف حارس انا اجرب حارس يخش فينا جوان كتير الحارس بتاعنا مش كويس قلت الحارس مش كويس اجي اخد مكانه قلت هقف مكانه اخد الحمس قليل وتاريخي بقى مع حراسه المرمى بدا من النقطه دي كحارس بعد كده رحت المانيا لما جيت سافرت المانيا زي ما قلت لكم 74 رحت بلجيكا 74 اي لا جو مي في انسكري دانز ان كلوب دو فيلاج اتسجلت في نادي هناك في القريه اللي كنت قاعد فيها اي لا جي في جوسك لاج دو 20 ans وقعدت 20 سنه يا لو ميور كلوب دو لا ريجون اللي مني مشيرشي ا 20 ans كي سابيل مونس في نادي اسمه مونس كان عندي 20 سنه نادي مونس ده جم يعني اتكلموا معايا وتعاقدوا معايا اي لا جي جوي 10 ans ولعبت 10 سنوات وفضل نتصاعد في نادي صغير لغايه ما وصلنا دوري الدرجه الثانيه. ما كده في حته اسمها فورمورا. ليها نادي بيلعب في الدرجه الثالثه. قعد 10 سنين هناك بعد كده وقف حياته يعني الكارير بتاعه كلاعب كره قدم. لان لعيبه كره القدم في لحظه من اللحظات في مسيرته لازم ياخد قرار ان هو يوقف. لازم نتجنب دايما نعمل سنه اضافيه او سنتين ممكن تمس تاريخ. وانا قلت كنت حاسس ان انا وصلت مستوى كويس قلت خلاص انا هتوقف دلوقتي. بعد كده فضلت سنتين قاعد ما بعملش حاجه قاعد مع عيلتي بعيد عن الرياضه. بعد كده سالت نفسي سؤال يا ترى انا عايز ابقى مدرب حراس مرمى؟ انا عايز ابقى مدرب حراس مرمى بس بعكس الناس اللي قاعدين يوصلوا بسرعه انا فكرت حاولت ابدا مع فرق في درجات منخفضه يعني درجه ثانيه ودرجه ثالثه سنتين عشان اشوف الامور هتمشي ازاي واذا هقدر ادرب ولا لا ما فيش مسؤوليه كبيره عليا واقدر ادير اللاعبين الرجال اللاعبين يعني اهم حاجه في المهنه بتاعتنا انك تدير بعد السنتين دول النادي اللي لعبت له 10 سنين نادي مونس طلبوا منه يروح يدرب لهم حراس المرمى وهنا بدا بقى يعني مسيرته الاحترافيه كمدرب حراس المرمى. ابرز المحطات اللي كانت مهمه في حياه ميكيلي اثناء التدريب او ابرز الانديه كل المحطات بالنسبه لي مهمه بشكل خاص في مونس انا بدات مع مونس هو سمحوا لي ان ابدا مسيرتي كمدرب حراس المرمى مسيره حقيقيه وتعلمت مهنتي هناك وطلعنا زي نحتنا وحفرنا كل السلام بعد كده مع بعض طلعنا مع بعض كل المراحل مرحله مرحله خدت الدوري 4 مرات معه ويطلع نطلع يعني ناخد الدوري الدرجه الثانيه ونطلع ونصعد وننزل ونطلع مع بعض يعني عشنا كل اللحظات مع بعض بعد كده راح نادي هناك نادي معروف جدا في بلجيكا اسمه شارلوروا وعندهم برضه معروفين زي النادي الاهلي ان هم بيقدموا حراس جيدين هناك طبعا يعني الافق بقى اعلى ودي بالنسبة لي مرحلة وصلت لها يعني دي كانها خطوة عالية في حياتي الاحترافية وتحدي كبير بالنسبة لي وانا ما كانش ينفع اسيب التحدي ده من غير ما اقبله اشتغلت وقابلته وكان عليا ضغوط طبعا سواء من الاعلام او من الجماهير
لان جماهيرهم برضو جماهيرهم اقوياء زي جماهير النادي الاهلي، عندهم يعني قاعده جماهير كبيره زي النادي الاهلي. جماهير بيحبوا اللعيبه اللي بتلعب بروح وبتحارب عشان تكسب زي النادي الاهلي، فنفس الثقافه تماما مختلفه. وعشان ابقى اهل للمكان اللي انا فيه حاولت وديت كل اللي عندي عشان اقدر اثبت نفسي مع النادي واكون افضل حراس المرمى في المنطقه، افضل حراس المرمى في بلجيكا. يعني بلجيكا برضو معروفين بالحراس الجيدين. ومع شارلوروا خد برضه شهادات الحراس المرمى، شهادات المتخصصه لحراسه المرمى. كنا اول مدربين حراس المرمى المعتمدين واخدين اللايسنس، واخدين الشهاده المعتمده في المنطقه. واللي هو كان في العالم كله، كان وقتها بدايه العالم كله في ان هم في الناحيه الاحترافيه في شهادات الحراس. وكنت سعيد، وكانت فتره كانت بالنسبه لي فتره مهمه مؤثره اللي اشتغلت فيها مع شادورا. وسمحت لي ان احقق كل ده، وكل ده وصلني في يوم من الايام النهارده بقيت في اكبر نادي في افريقيا، وصلت بقيت في النادي الاهلي، نادي اكبر نادي في افريقيا. وده شرف ليا ان اكون في النادي الاهلي فعليا. لان ده النادي اكتر نادي واخد القاب في افريقيا. وعنده برضه متخصص باخراج بيطلع افضل حراس في البلد. انا شايف ده، وده اهم حاجه بالنسبه لي، بمرة النادي بيدي اكبر نادي بيدي حراس، فبالتالي برضه الافق بقى اعلى بالنسبه لي. وانا بحب التحديات اللي من ورا، وده اكيد تحدي مهم جدا. عايزين برضو نساله عن مرحله مهمه، ازاي اتعرف على مستر ريني فايلر، وازاي ابتدى برضو معاه وطلبه لما مسك النادي الاهلي ريني فايلر. ولكن تعالوا دلوقتي نروح نشوف تقرير عن المدرب الموهوب ميكيلي يانكون، ونرجع نساله عن معرفته وتوليه تدريب النادي الاهلي مع ريني فايلر. زي ما احنا شفنا دلوقتي مع حضراتكم في التقرير مشوار كبير لمدرب موهوب، هنرجع بقى نساله عن معرفته بمستر ريني فايلر، بالرغم كمان ان هو ما اشتغلش معاه، لكن المعرفه جت ازاي، وازاي طلبوا ريني فايلر انه يكون موجود معاه في الجهاز الفني في النادي الاهلي. بالنسبه للقصه دي، يعني جت بالحظ بالصدفه، يعني ما كانتش مترتبه. معناها انا كنت بلعب في سبورت في تشارلو، وفايلر كان بيمرن اندرلخت في بلجيكا، ولعبنا مره قدامهم، وعندهم هناك كسبنا 1-0. بعد المباراه اتكلمت معاه، بين بتكلم الماني هو بيتكلم الماني، بيعرف يتكلم الماني. Donc je lui ai dit qu'il faisait un très bon travail, il faut qu'il continue. Tu as fait un travail bien avec le groupe ou continue avec eux, et il faut que tu continues sur la même voiture. Ça me faisait plaisir de parler allemand. Quand tu es heureux de parler allemand, je parle allemand, il y a des fois que je ne parle pas. Et puis j'ai vu David César. Après j'ai vu David César. J'ai vu qu'il a joué à Naples. Quand il a joué à Napoli. En Italie. J'ai parlé en italien avec lui. Ah, tu as parlé avec Italie. Et on a créé une certaine amitié avec David. Tu as créé une certaine amitié avec David. Et on est... وفضلنا على اتصال دائم. بعد كده قعدت قلت بيني وبين نفسي انا نفسي اشتغل مع ريني فايلر. ريني اون سافوار سا ترافايور. لان ده واحد بيحب يشتغل، ويعني واحد هبقى متحمس اشتغل مع حد يعني بايقاعه. في اندرلخت عمل شغل كويس جدا ريني فايلر، وكسب بتكسب دوري في بلجيكا بالسهل. وفي اندرلخت بقى في ضغوط كبيره جدا، لان برضو يعني ده نادي المفروض يكسب على طول، والجماهير بتبقى فيه ضغوط، وما بيبقى فيه نتائج، ما بيحصل نتائج سيئه، بيبقى في مشكله، بيبقى في كارثه، لازم يكسبوا على طول، الجمهور بيستنى على طول الانتصار. وانتوا عارفين طبعا ريني فايلر دايما متحمس ودايما طموح، وبيبقى عايز يحقق نتائج كويسه، وبيشتغل كتير، بيحاول دايما يحدث اللعيب ويحسن اداء اللعيبه، ونجح جدا في اندرلخت في بلجيكا. ولازم نعرف في بلجيكا ان مدرب كره القدم في بلجيكا لما بيجي من بره لازم ينجح، لان بيبقى عليه ضغوط كبيره، يا اما الناس مش هتقبل ده، الجماهير مش هتقبل ده. ما انا على طول فضلت من وقتها فضلت على اتصال بديفيد. Et puis ici fin août, juste deux jours avant,
بقى كده قبل ما يجوا هنا كم يومين قبل ما يجوا هنا لقيت ديفيد بيبعت لي رساله بيقول لي هل انت مستعد تيجي معانا نمرن في مصر؟ فقال له اه بس فين في مصر؟ قال له لسه هشوف الاول لان لسه ريني فايلر بيفاوض لسه ما خدش القرار. انا قلت ما عنديش المبدا ما عنديش مشكله انا كان نفسي على طول اشتغل مع الجهاز ده. انا شنطتي جاهزه شنطه السفر دلوقتي ما هتقول لي حاجه معاك. ما كده قال لي ده اسم نادي النادي الاهلي. كنت تعرف عن النادي الاهلي لما ريني فايلر قال لك تكون موجود معانا وهنروح نتعاقد مع النادي الاهلي؟ كنت سمعت عن النادي الاهلي خاصه النادي الاهلي يعني كان ليه مشاركات كاس عالم انديه تاريخ كبير ولا بدات تقرا بقى تشوف النادي الاهلي وحراسه وقتها وتاريخه؟ وي سيرتينمون كوتوني دون الموند دو فوتبول. طبعا كنت في عالم كره القدم بيهتم دايما بكره القدم بشكل عام في العالم كله، فكنت بشوف وبقرا واعرف ودخلت على وقتها دخلت على التليفون ببص على نتائج كل البلاد وكنت طبعا شفت نتائج النادي الاهلي وانا بهتم بوجه عام بالنتائج في كل الدول. شفت الاهلي لقيته بيكسب 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 على طول. انا اعتقد النادي الاهلي ده نادي كبير ومعروف في العالم كله. بعد كده بصيت بقى بعمق اكتر لما قلت اه وافقت على المبدا بقيت اخش وقريت بعمق. كلمني السبت الصبح المفروض اكون يوم الاحد هنا في القاهره واجي ابتدي ادرب على طول. يعني تاني يوم لازم تاني يوم على طول. انا قلت على طول اوكي انا موافق لان انا عارف النادي. بقيت ادور اسهاب بقى على النت واشوف معلومات اكتر عن الاهلي عشان اعرف. لكن قلت ده نادي كبير. في اوروبا بنعتبر زي الاهلي زي ريال مدريد بتاع افريقيا. دي المقارنه بنعملها على طول الاهلي بنقول الاهلي ده ريال مدريد بتاع افريقيا. طبعا بالنسبه لي انا شرف ان اكون موجود هنا بمره في النادي الاهلي. ان اقدر احط بصمتي خصوصا لما اكون مع جهاز يعني على مستوى عالي جهاز فني على مستوى عالي. وجهاز كنت بحلم اشتغل معاهم قبل كده كمان. فشرف لي ان اكون موجود معاهم بشتغل معاهم. وسعيد جدا طبعا وفخور ان اكون موجود هنا في النادي الاهلي. كان بيقول الدوري البلجيكي طبعا دوري قوي. اندرلخت مشابه شويه للنادي الاهلي طبعا عنده جماهيريه كبيره. ريني فايلر حقق الدوري واخد السوبر هناك كمان. الفرق ما بين او التشابه ما بين الدوري البلجيكي والدوري المصري ايه؟ بس سون دو شامبيونات ديفيرونت. هما اثنين دوريات مختلفين. الدوري البلجيكي يعني جذاب اكتر بشكل انه في انديه في فرق كتيرة بتنافس على اللقب زي مصر. هنا الوضع مختلف شوية في الدوري المصري. عندنا الأهلي في حتة لوحده ده النادي الأقوى. بعد كده في الباقيين في الأهلي وبعد كده في الفرق التانية. في الزمالك فريق كويس. بيراميدز نادي كويس. بعد كده في بقى في فرق بقى تحتيهم بينافسوا بعض. بعيد عن القمه. لكن طبعا دوري برضه صعب الدوري المصري. يعني زي خليط يعني خليط بشكل بين الفنيات والبدني يعني الجزء الفني والجزء البدني. انا شايف يعني دوري كويس دوري مثير للاهتمام. في اول التفاوض واول ما دخل النادي الاهلي ميكيلي اللي علم مع جمهور النادي الاهلي ابتسامته وضحكته كانت دايما موجوده على طول موجوده في التدريبات موجوده وهو حتى بيتصور مع جماهير النادي الاهلي موجوده حتى لما لعيبه النادي الاهلي بتسجل وبيحضنوا بعض دايما ابتسامته حتى يعني علق عليها جمهور النادي الاهلي فهم حبوب الابتسامه بتاعته الدايمه. ده طبيعتي انا طبيعتي مبتسم. Il y a moyen d'être toujours souriant tout en restant professionnel dans son travail. شايف ان افضل تبقى مبتسم وانت برضه محافظ على احترافيتك في الشغل ده مبدئي في الشغل. Il ne faut pas tout mélanger.
المفروض ما نخلطش بين كل حاجه، يعني الابتسامه دي حاجه وبرضه الجديه في الشغل دي حاجه ثانيه. لازم ممكن يبقى علاقتي كويسه بالحراس بتوع المارادون والشغل برضه بيبقى الشغل فيه جديه، لان احنا كلنا في مركب واحده في قارب واحد وكلنا مع بعض عشان نتقدم ونتحسن. طب انا بلعب ماتشات كويسه ولو حراسي كويسين انا هبقى كويس، لو حراسي سيئين انا هكون مدرب سيء. احنا مع بعض في نفس الوقت لازم نشتغل في جو واجواء كويسه، بس لازم نكون جد. اول تمرينه لي كانت في ملعب مختار التتش، موجود معاه محمد الشناوي وشريف اكرامي علي لطفي كمان الصاعد الناشئ مصطفى شوبير. اكيد البدايه والتعارف، اكيد ميكيلي بخبراته السنين اللي فاتت كلها في كلمات بيبتدي بيها التعارف مع حراس جدد عايز اعرفها، ولكن هنسمع اجابتك بعد الفاصل. بجد تحيه بحضراتكم مره ثانيه، وهنستكمل الحوار الممتع مع ضيف النهارده مدرب حراس مرمى النادي الاهلي ميكيلي. كنت بسالك عن اول لحظات تعارف مع حراس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي وكمان الصاعد مصطفى شوبير، يعني في الجلسه الاولى في التعارف كان ابرز الكلمات اللي اتقالت من ميكيلي لحراسه في الوقت ده كانت ايه؟ بتو سامبل بكل بساطه انا بهتم بكل الحراس بك عام، وشفت ان شريف لعب في هولندا وقريب من بلجيكا وبيتكلم انجليزي كويس قوي وشوبير كمان. فاتكلمت معاهم وقلت لهم احنا كحراس انتوا كحراس احنا هنبقى اسره مع بعض، وقدمت نفسي ليهم وقلت انا جيت هنا عشان احط التاتش بتاعي الاوروبي على العمل هنا في مصر، وبحترم زمايلي اللي اشتغلوا قبل كده في مصر، لكن في كره القدم لازم كل واحد بيشتغل بطريقه مختلفه عن زميله، ده طبيعي يعني. الاختلاف لازم يبقى النتيجه هي اللي بتحدد مين شغل اكتر. حاولت اعمل شغلي بكده كويس، وبحاول اعمله كويس معاكم واطرح افكاري لحارس المرمى المودرن الحديث العصري. ده اللي شرحته شويه في الاول خالص اول ما اعتبرته. وتقوم في اداء لعب دلوقتي الاسلوب بيتغير شويه في حارس المرمى. وحاول دايما مع حراسي بقول لهم خبراتي عشان يحسنوا مستواهم. عشان انا عندي هنا في النادي الاهلي لعيبه كويسين وعندهم بروفايل عالي كحراس مرمى. وعندي حظي انا مش عندي حراس كويسين، عندي حراس كويسين جدا معايا بيشتغلوا معايا في الاهلي، وانا عندي قماشه كويسه ممكن ابتدي اشتغل عليها. واعتقد ان الكل هيبقى فائز في الاخر، كله هيبقى منتصر. وده كان بالنسبه لي سهل، ده اللي قلته، ما كانش صعب ان اقدم نفسي واتكلم معاهم اول مره. الاشخاص هنا كحراس كلهم اشخاص رائعين متعلمين كويسين ومحترفين، وده حاجه مهمه جدا في الشغل، وبعد كده الباقي هيبقى سهل بقى. تابعت كاس العالم اللي فات اللي كان في روسيا، خاصه ان مصر طبعا كانت مشاركه في كاس العالم، كان حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي، وفي المباريات خد مان اوف ذا ماتش قدام اورجواي، كان اخذ رجل المباراه فعلا. رجل المباراه في قدام اورجواي. الشناوي بالنسبه لي انا بقى في تقدير كبير من ناحيتي ليه، عشان ده حارس كبير جدا وحارس كويس جدا. كل اللي شفته هنا منه من وقت ما جيت شفته اداؤه في ماتشات الدوري ما استغربتش بعد كده انه خدوه افضل لاعب رجل المباراه في ماتش اورجواي، لان ده طبيعي. الشناوي عنده بروفايل ممكن يلعب في نادي كبير في اوروبا. شريف اكرامي نفس الموضوع. وعلي لطفي ومصطفى شوبير برضه كويسين جدا. كلهم لهم بروفايل عالي، لعيبه كبار يعني. شريف اكرامي لاعب كويس، لاعب في هولندا، لاعب في هولندا لانه حارس كويس، وعنده حتى جسمه بصماته الجسديه طويل، البدنيه طويل، وهنا في هولندا بيحب الحراس الطوال، وبرضه الشناوي جسمه طويل.
تقريبا السودان بقدر اقول ان هو مكتمل بشكل كبير. واعتقد في مصر في فرصه كويسه وافضليه ان في حراس زي بلجيكا، حراس كويسين متميزين، لان بالنسبه للمنتخب الوطني المهم يبقى عندك حارس كويس. وهو بيتفرج وهو بيتكلم دلوقتي عن الحراس كمان الموجودين في مصر كلها، وهو بيتابع الدوري المصري، مين يعني ابرز الحراس اللي لفت نظر ميكيل؟ في كذا واحد لفت نظر من انديه ثانيه. الحارس اللي بيقرب شويه من محمد الشناوي حارس الزمالك لوكال ابو جبل. ابو جبل اللاعب النهائي قدامنا، اللاعب السوبر الاخير قدامنا ابو جبل، قريب يعني ممكن يوصل للشناوي، قريب من الشناوي. بين الحراس شفتهم، ما شفت ماتش لكل واحد مش اكتر. كان المبدا ان هو اكتر واحد شفته بيلعب كان ابو جبل، فده تحكم عليه اكتر. الباقيين تابعتهم بس مش بشكل كبير. وانا من النوع اللي ما بحبش احكم على حارس من ماتش واحد، بحب اخد اكتر ماتش يبقى عندي سوا كامله. ما يقدرش نحدد مستوى حارس من ماتش واحد شفته، لازم اشوفه اكتر من مره. وانا مستني الدور الثاني عشان اقدر احكم حكم اكبر، عشان يبقى عندي راي يعني كامل مكتمل او فكره عامه ايجابيه عن كل الحراس. لكن في الوقت الحالي هم دول الحراس اللي في مصر، اللي هم ظاهرين، اللي هم الاثنين الحراس اللي هم يعني اكتر اثنين ظاهرين في مصر يعني. الشناوي بتاعنا يعني الاهلي وحارس ابو جبل من زمان. واحنا بس احنا لازم نعترف ان في النادي بتاعنا عندنا افضل حراس. طب بس للاسف ما نقدرش نلعب غير واحد بس. خلي بالك احنا النادي الاهلي مش الفتره دي، النادي الاهلي على مدار تاريخه اكتر حاجه بتميزه دايما حراس المرمى، وكمان يعني المدربين الحراس المرمى اللي تولوا خلال السنين اللي فاتت شعوره ايه وهو يعني اول مدرب اجنبي في تاريخ النادي الاهلي يتولى مدرب حراس المرمى؟ ديجا سيت ان كلوب دي تراديسيون سي سي جي دي توت الور سي سكي سا في كنت سوا لو بروميير اترانجي. طبعا فخر بالنسبه لي حقيقي، فخر كبير ان هم اختاروني انا اكون اول مدرب اجنبي امارة الحراس. وطبعا ده تحدي بالنادي خده برضه، اخده على نفسه ان يجيبوا مدرب من بره اجنبي ما يعرفوش الامور هتبقى شكلها ايه، يعني هم قابلوا التحدي. وانا كده اقدر اقول لك انا سعيد النادي يعني حط ثقته فيا واختارني، وان الجهاز يعني اقتنعوا بيا واختاروني، وده بيدي سعاده وفخر في نفس الوقت. النادي الاهلي السنه دي ما شاء الله بيحقق ارقام قياسيه في الدوري الممتاز، 17 مباراه، 16 مباراه فوز وتعادل في مباراه واحده، بيسجل النادي الاهلي 46 هدف، ويتلقى محمد الشناوي برقم قياسي 4 اهداف. شايف الارقام دي خاصه ان احنا بنتكلم دلوقتي عن محمد الشناوي بيسجل ارقام يعني ممتازه، 4 اهداف في 17 مباراه، ده رقم قياسي ممتاز يعني. Pour un gardien quand on monte sur un terrain, je pars de principe. بنبص كده على الملعب بشكل عام، بتكلم بمبدا ان في دايما حارس المرمى والمهاجم. المهاجم عايز يجيب اجوان، عايز يسجل، وحارس المرمى هدفه ما يخشش فيه اهداف. اول حاجه يفكر فيها حارس المرمى اول ان ما يخش فيها اهداف. لو بنتكلم المبدا ده بحاول اخلي لعيبتي تبقى مركزه باكبر شكل ممكن، وده مش سهل خصوصا الماتش اثناء المباراه بقى سهل مركز تماما. حتى لو كسبان 4-0 بقول لحارس بتوعي مثلا زي الشناوي وفي الماتش اقول له خليك مركز، مش احنا كسبانين 4 انك لازم يدخل فيك جول، خليك برضو مركز تماما وادائك يبقى احسن حاجه لغايه الاخر، لغايه اخر دقيقه في المباراه. لا انا عايز بس بدون قطع كلامه، كان في مباراه اسوان النادي الاهلي كسبان 5 ومحمد الشناوي بيدخل فيه هدف، محمد الشناوي زعلان ومتضايق. انا بحب دايما طريقه التفكير دي، لان المفروض ما نبقاش مبسوطين حتى لو كسبين 5 نخش فينا جول، مش ممكن نبقى مبسوطين لو دخل فينا جول. لازم نمشي بمبدا ان لا، ده كان في يعني كان عندي اداه كان ممكن اعمل حاجه، كان ممكن اسلوب، كان ممكن انقذ بيه الجول ده، لازم اراجع نفسي دايما كحارس، لان كل يوم بينزل الملعب لازم نحسن مستوانا ونتقدم.
ولازم يبقى عندها الشخصيه دي. المفروض ما يبقاش سلبيين. يعني مش بحبش ان الحراس يبقوا سلبيين. حاجه لازم تيجي بشكل ايجابي، يعني ابص لو دخل فيها جون ابص من ناحيه ايجابيه، ليه دخل فيها جون واحاول احسن؟ المفروض احسن نفسي في انهي جوانب عشان يبقى شكلي افضل. لما نبدا في كل حاجه في مهنتي او في مهنة كل واحد بيعرف يحس ان هو وصل للكمال وعارف كل حاجه في مهنتك، عمرك ما هيتقدم كده، عمرك ما هيتقدم. لما الرياضي يقول انا خلاص انا عارف انا فهمت كل حاجه، يبقى مش فاهم اي حاجه. دايما نسال نفسنا اسئله واسئله كبيره، وكل مره نسال نفسنا نيجي نقف عند سؤال وتبقى متواضع وهادي وتقبل تقبل الملحوظات، لان الملحوظات بتقدم وتحسن الانسان بشكل عام وحاسب مره بشكل خاص. انا بحب شخصيه سليمان لما ده بيخش فيه جوان ودخل فيه اصلا كان متضايق لانه كان عنده رغبه يخش فيه جوان حتى وكسبان خمسه، وده بتدي رغبه للناس كلها ان كل واحد يحسن من نفسه ويبقى افضل. واحنا النهارده بنتكلم مع ميكيلي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، وهو بيشيد بمحمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير كمان. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن حراس مرمى النادي الاهلي الحراس الموهوبين. عجبني قوي علاقة مستر ميكيلي مع حراس المرمى النادي الأهلي، كل الحراس محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي مصطفى شوبير، إزاي بيتكلم معاهم، إزاي بيتواصلوا معاهم، فده شيء مهم جدا. عايز أروح بقى أسأله عن محمد الشناوي وأفضل تصدي من وجهة نظر ميكيلي خلال المباريات سواء دوري أو أفريقيا، ونسمع رأيه في أفضل تصدي يعني غير مباراة من وجهة نظر ميكيلي. بالنسبة لي في صدتين. بالنسبة له كان مهم جدا ان يصدهم. بلاتيني في زيمبابوي وكنا مغلوبين 1-0. لان ما كانش كان يوم صعب، كان حرارة وكان الملعب سيء وكان ظروف الماتش وحشة. ظروف الماتش مش كويسة وكان صعب. وشال الكورة من المقص. واعتقد لو هم كانوا سجلوها كان هيبقى صعب جدا نرجع ونتعادل، وكان التاهل هيروح مننا. وفي هنا قدام سان داونز جنوب افريقيا في الماتش اللي هو الذهاب هنا بعد 3 دقائق، وكان انفراد وكان انفراد بالمهاجم بتاعهم، كان ممكن تغير نتيجه الماتش خالص، كان ممكن تغير سير المباراه. وده بيثبت حاجه زي كده، بتثبت قوه الشناوي. لان الشناوي بيلعب في نادي في ضغوط كبيره عليه، عنده افضل فريق، وبالتالي ما فيش شغل كتير، ما عندوش حاجه كده، يعني ما فيش حاجه تقبل خصم على 2. اي كوره هتدخل فيها لازم يكون حاضر ويكون موجود ويقدر ينقذها. وانا شايف ان ده بنحكم الحارس الجيد من النقطه دي، لان سهل جدا يجيلك كور كتير مفيش اي ضغوط عليك، ما عندكش حاجه تخسر، لو دخلت جوان ما حدش هيكلمك. لكن الحراس الكبيره هم اللي بيشتغلوا بيظهروا تحت ضغوط كبيره زي ما بيحصل هنا في الاهلي، وعلى قد على قد طموحات النادي والاعلام. الشناوي عنده شخصيه قويه بالمعنى ده، لان صعب، مش سهل انك تتحمل كل الضغوط دي. عشان كده عندها بقول عندي افضل 4 حراس، لان مش سهل انك تلعب في نادي زي النادي الاهلي بالضغوط اللي موجوده عليه. لازم يكون ذهنيا قوي ويكون شخصيتك تليق بشخصيه النادي الاهلي. يعني هو شايف ان في الانديه الصغيره حارس المرمى بيدافع عن مرماه طوال 90 دقيقه، ممكن يتلقى هدف هدفين في الاخر، لكن في الانديه الكبيره ممكن محمد الشناوي تقييمه ليه ممكن بكوره تكون صعبه خلال 90 دقيقه يتصدى عنها، فده بيدل على مباراه محمد الشناوي. ولا سيش كي جفان دي ده بالظبط اللي هقصه لحياتك. وشفنا سؤال كويس، ان حارس جيد لازم يكون مركز 90 دقيقة. ما يكونش عندنا فرص كتير علينا. الحارس انسان في الاخر. هو واقف ورا، صعب جدا اللي يكون واقف ورا مستني غير اللعيبة اللي بتلعب في الميدان. عندك في 16 متر اللي هو منطقة 18 قاعد مستني ان يكون مركز، لو ما جاش كورة كتيرة ممكن تسرح وما تفكرش في حاجة تانية غير الكورة. وهنا لما تفقد تركيزك
مش دايما سهل. بركز في الماتش على طول. الشناوي بيعرف يركز تماما طول المباراه 90 دقيقه طول المباراه وطول المباراه عمال يتكلم مع زمايله بيتكلم زمايله وبيديهم تعليمات زي ما بيحصل في اوروبا وزي في العالم المتحضر في كره القدم. ان حارس المرمى بيكلم وبيوجه مدافعينه وزمايله بيخليك على طول مركز جوه المباراه داخل جوه المباراه ما تخرجش منها. وده بالنسبه لنا مهم جدا ان الشناوي يبقى موجود معانا ومركز تماما في المباريات ال 90 دقيقه لان محتاجين لتركيزه. لان الخصم حتى واحد اقوياء جدا وبنلعب كويتنا ضغطه بنلعب كويتنا هجوميه مع المدرب بتاعنا في 90 دقيقه فيها على الاقل في فرصه ايه الخصم ياخد الكره ويروح لك. وهنا حاجه زي الشناوي بيبقى حاضر وموجود بيقدر ينقص. وهو بيتكلم عن حراسه المرمى والتحضير النفسي والذهني مهم. عايز اخده لاهم مباراه كانت في الموسم هي مباراة سان داونز الماتشين ماتش الذهاب ماتش العودة. خاصة ان النادي الاهلي السنة اللي قبلها كان يعني تلقى هزيمة من سان داونز كانت اللعيبة متأثرة نفسيا عندها ذكريات سيئة في مباراة سان داونز. اتعامل ازاي مع محمد الشناوي خاصة ان محمد الشناوي هو برضو كان الحارس المرمى في السنه اللي قبلها. جي في لو بوت لاني ديرنيير. انا شفت الاهداف اللي دخلت فيه السنه اللي قبلها. وانا قلت المفروض ما يتكلمش عن المباراه دي خالص. انا هعد الحارس بتاعي هعد الشناوي وهيتمرن تدريب عادي. يعني بالنسبه لي ده ماتش زي اي ماتشات ثانيه ما فيش حاجه مختلفه. لازم نقلب الصفحه نعرف ازاي نقلب الصفحه. الماتش ده السنه اللي فاتت خلاص مش هنرجع تاني لورا. لازم نعد المباراه دي بافضل شكل ممكن من غير اي ضغوطات علينا. السنه اللي فاتت دخل فينا 5 اهداف السنه دي هنتاهل ان شاء الله وده حصل. حضرت المباراه كان بحضر اي مباراه للدوري عليه عشان تكلمه وترجع الضغوط تاني عليه وتفكره. ده حارس عنده خبرات كبيره مش محتاج ده وعارف هيعمل ايه كويس وعارف دماغه ايه اللي حصل السنه اللي فاتت مش محتاج افكره مش هيفيد بحاجه نفكره واذكره تاني. عادي افضل ان احنا ما نركزش على ماتش السنه اللي فاتت ونحضر الحاضر اللي هو الاهم دلوقتي. ما نبصش ورا المفروض نبصش للماضي اللي فات صراع خلاص مش هيرجع تاني ومش هنغير في حاجه. المفروض نفكر لقدام فدايما في الحياه المفروض نشتغل لقدام نفكر لقدام. وانا بتكلم دايما مع حراسي وبعدهم دايما فكر في القدام ما تفكرش في ورا لان تفكر في الورا ده مش هيضيف لك حاجه. احنا اخطانا خطا سابق نحاول نشتغل تاني عشان ما نكررش بشكل تاني ومن هنا المستوى بيتحسن. ان احنا نبقى مدركين الاخطاء بشرط ان احنا عايزين نحسن ونطور ولازم نقبل الاخطاء ونقبل الاخطاء بس ما نكررهاش تاني زي اي حارس بيبدا حياته من اول جديد ما يبدا مسيرته كحارس بيعمل اخطاء بعد كده واحده واحده كل ما بيطلع لمرحله اعلى لازم ما يعملش اخطاء دي عشان يقدر يستاهل يلعب في الدرجه الاولى يلعب في الفريق الاول يلعب في الفريق الاول لازم يكون بيرتكب اقل اخطاء ممكنه. لازم نتعلم ان احنا بنتعلم من اخطائنا لازم عارفين احنا بنتعلم من اخطائنا بس لازم نشتغل على الاخطاء دي عشان نحسنها ونحسن مستوى. زي ما هو بيهتم بالجانب النفسي ايضا الجانب الفني. يعني شفنا تطور كبير في حراس مرمى النادي الاهلي في اسلوب تحضير الهجمه من تحت. ميكيلي دايما بيعتمد في حراس المرمى انهم دايما بيشتغلوا بالرجلين تحت. ممكن ان النادي الاهلي بيلعب دلوقتي جزء واحد كلهم قريبين بعض دفاع الوسط المهاجمين فمحمد الشناوي بيطلع اسلوبه وتمريناته دايما بيعتمد على الكلام ده وبيحضر حراسه للمواقف دي في المباريات. في اول الموسم اعرفهم وبيحب يشتغل ازاي. قال لهم انا عايز الحارس بتاعي يبقى البروفايل بتاعه او شكله زي نوير. نوير شكل الحارس الحديث العصري اللي هو عايز. بس خليه يكمل. انا كنت في فتره معايشه من حوالي سنه في بايرن ميونخ وشفت نوير. كان وقتها مدرب الصربي مش متذكر اسمه دلوقتي
هو اللي ماسك بايرن ميونخ، كان جزء في التدريب او فقره ثابته في التدريب كل يوم كان نوير دايما يدخل في التقسيمات الصغيره، دايما يلعب برجليه مع اللاعبين. Oui, Neuer, il peut jouer dans le jeu. Neuer ممكن يلعب كلاعب ميدان عادي. وحارس مرمى ممكن نحطه في الماتش بيلعب، ممكن لو لعب يا هو لعيب استثنائي، لو لعبته في المباراه هيقدر يلعب عادي، لعيب استثنائي. من احساسي لازم جان بيكوكو ميسي، مش عايز حارس مرمى يكون عنده مهارات زي ميسي او رونالدو، يكون بيشتغل كويس جدا برجليه. بس هو على الاقل يبقى عارف ازاي يدي النقله الاخيره، عارف ازاي يتحرك. حارس المرمى في 2020 لازم حارس يكون بيلعب لقدام، يقدر يشارك مع يشارك جوه، يقدر يبني مع لعيب، يقدر يحط كوره طويله ل 30 متر يحط يسلمها لرجل زميله عشان يقدر يطلع فرقته، يطلع فرقته ده عشان يخلي فرقته تحافظ على الكوره. انت بتيجي تلعب كوره بشكل عشوائي بتضيعها، بنضيع الكوره، بنفقد الهجمه. من وجهه نظر دي انا شايف ان الشناوي بيتحسن كل شويه اكتر في موضوع النقله الطويله، في موضوع ان بيبني هجمه على عشان هو دلوقتي مدرك ما مدرك باهميه لعب الرجلين، لعب بالقدمين بحارس المرمى مهم جدا. حارس المرمى المفروض يكون لعبه مكتمل. هي ظهرت في مباراه السوبر اللي لسه هنتكلم عنها، اول بطوله ليانكم بعد ايام قليله في القاهره. الهدف الثاني في مباراه السوبر محمد الشناوي لما حطها لحسين الشحات، وحسين الشحات خدها بمهاره من فوق النقاز وقتها وسددها، وكان يعني مفتاح الهجمه دي او الهدف ده ابتدى من محمد الشناوي وقتها. اي جو بونس كي الشناوي لا دي بون بي، انا شايف الشناوي رجليه كويسه، بيعرف يضبط الباصات كويس. هو بيعرف الاول خالص كان عنده مشاكل في لعب الرجلين، دلوقتي اتحسنت بشكل كبير. وفي التمرين، وفي التمرين لما بيضيع ببقى حريص وباكد ان هو المفروض يعني ما يضيعش الماتش. دلوقتي وصل لمرحله دلوقتي بيعمل مسابقه معايا، بيعمل بيتنافس معايا، يوريني هو بيلعب برجليه كويس. ودلوقتي بيلعب برجليه كويس جدا. هو عنده زي ما قلنا برضه في هامش تحسن، بيقدر يحسن بيطور من ادائه، لان ده لعيب محترف بيشتغل كويس على نفسه. وكده اعتقد بفتكر ان الحراس كويسين بيشد الكل لفوق، بيطلع الفرقه كلها لفوق، وده كويس جدا يعني كشكل الفريق، كبروفايل الفريق بقاش عندها مشكله، يعني احنا مطمنين عندنا حراس كويسين. مين اكتر اللعيبه في الفريق وهو يعني ميكيلي بيحب الهزار وبيحب الضحك، مين اكتر اللعيبه دايما اللي بيهزروا في التمرين ودمهم خفيف، خاصه كمان ان بيبقى فيه وقت تمرين كتير، معسكرات، مباريات مضغوطه، مين اكتر؟ رامي انا شايف دلوقتي الجو والاجواء كويسه قوي في النادي بالله. لان في النادي بيلعب على القاب كبيره والقاب كثيره، وبيحاول طبعا طبيعي يبقى في ضغوط على طول، وده جزء من قانون كره القدم لازم نقبله، وده حاجه كويسه، وده معناه ان احنا فرقه كبيره مش حته فوق، ان احنا بننافس على كل، لما يكون في ضغوط لازم فرقه كبيره عليها ضغوط، لو مفيش عليك ضغوط معناه انت بتلعب على 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 تارجت اقل. الضغوط دي بتبقى ضغوط ايجابيه، بتبقى ضغوط ايجابيه. ممكن نقول عندنا حظنا كويس ان احنا ضغوط، بنلعب على 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 كل الالقاب، دوري، كاس، دوري افريقيا، على كل حاجه، عايزين نكسب كل حاجه، ودي حاجه كويسه. طموح لعيب كره القدم، لعيب كره القدم انه يكسب على طول، عايز على طول يكسب. واعتقد حاجه زي كده نفتخر بيها، سواء للاعبين او للجهاز للمدربين، الفخر ان احنا اننا نحمل نلبس اللي علينا في نادي اي، ده فخر لنا. اكيد كلام مهم جدا من ميكيلو وهو بيتكلم عن عظمه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، ده كلام مهم جدا بالرغم ان هو يعني معانا في القاهره بقاله شهور، لكن حاسس بحب جمهور النادي الاهلي ليه هو كمان شخصيا. عايز اكلمه كمان عن رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، تواجده في مباراه صن داونز، ايضا في مباراه الهلال السوداني هناك، وكانت محطه مهمه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا، وايضا الدعم المستمر من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب للجهاز الفني واللاعبين على مدار الموسم.
pour nous c'est très important. En plus, كده مهمه جدا بالنسبه لنا. انا عندي حظ كويس ان عندنا رئيس لاعب كره القدم قبل كده وعارف، وده حاجه مهمه يبقى رئيسك لاعب كره القدم وعارف. عارف يعني ايه كره قدم على المستوى العالي والمستوى الاحترافي، لانه لاعب وعارف، عارف يعني ايه لاعب في نادي كبير، وعارف ايه دوره، وعارف ايه اللي المفروض يحصل. ما كل احنا مسنودين او عندنا دعم من رئيس النادي بتاعنا، ان هو رئيسنا او اللي هو كبير المنظومه موجود معانا، متواجد معانا، خصوصا في اللحظات الصعبه في السودان مثلا. كان ماتش صعب جدا قدام الهلال هناك وفي سان داونز في جنوب افريقيا، برغم الفوز اتعادلنا وكان ممكن نخسر، لان فرقه كبيره، سان داونز فرقه كبيره، فرقه كويسه جدا. وكابتن خطيب ما سابناش، فضل موجود معانا، متواجد معانا، لانه هو لعيب كره قدم سابق وعارف ان امتى الجهاز ولاعيبة كره القدم بيحتاجوا يكون رئيس النادي معاهم بيساندهم. هو الراجل طبعا معني بتاريخ النادي، يعني هو جزء من التاريخ ده اصلا، وعارف لانه كان لاعب بيلعب في النادي ده، في النادي الاهلي، فعارف يعني ايه الانجاز بتاعه، وعارف يساعد في بناء مجد ليه. عاش اجواء زي اللي شافها في مباراه السودان قبل كده في كره القدم، ولا كان ده اول موقف ممكن يتفاجئ بيه واداله خبرات بعد كده؟ لا انا اعترف اني خفت الصراحه، كنت خايف. مش خايف من حاجه محدده، بس كنت خايف دي حاجه في راسي. انا لازم اروح المستشفى في السودان، ما اروحش ارجع القاهره لو اتصاب. كان حاجه كانت مرعبه شويه بصراحه، ان كره القدم توصل للمرحله دي من العنف، حاجه فعلا بصراحه محزنه وتخوف. هم حذرونا من الاول ان في مخاطره ممكن يحصل احداث زي كده. الحمد لله احنا خرجنا سالمين، ما حصلش اي مشاكل من غير اي اصابات خطيره، وده الحمد لله عدت على خير. بعد ايام قليله لميكيلي في النادي الاهلي بيتوج ببطوله السوبر المصري امام فريق كبير نادي الزمالك، وكان كمان النتيجه معاها اداء رائع من فريق النادي الاهلي. حتى كانت انطباعات الناس كلها عن الجهاز الفني، كانت اول مباراه لريني فايلر والجهاز الفني المعاون الناس تبدا تشوفها، خاصه ان كان في مباراه قبلها كان كانو سبورت وما اتذاعتش، ما كانتش الناس لسه او جماهير النادي الاهلي بدات تتعرف على الجهاز الفني وعلى ميكيلي وعلى سيزا وعلى وريني فايلر وكل الجهاز الفني، وكانت دي هي بدايه المشوار. شايف ازاي المباراه دي، وكمان كانت تتويج ببطوله مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي؟ وي سيتا كمان ماتش سي ريسكي بور لا ماتش طبعا كان فيه مخاطره كبيره بالنسبه لنا، فيه خطوره، لان احنا كنا عايزين نقدم نفسنا، وكان بعديها برضو ماتش التاهل للابطال الافريقيه. يعني اول ما جينا ماتش كانوا كان في افريقيا، بعد كده على طول ماتش سوبر، كان ما لحقناش ناخد نفسنا. المدرب بتاعنا حط تشكيل عشان يقدر يلعب ماتش كانوا، عشان نقدر يعني نعمل فيها كويسه ونتاهل، وفي نفس الوقت برضو تشكيل تاني نقدر نكسب كاس السوبر وهو لسه جاي. وده نادي الزمالك، انتوا عارفين نادي الزمالك ودايما ماتشات الزمالك بتبقى صعبه. عدينا الماتش كويس، وكوتش فايلر كان جاله احساس، قال لك نعمل فريقين مختلفين، كل فرقه تلعب ماتش واحد ماتش، عشان كانوا فرقه اللي كانوا فرقه ثانيه تشكيل ثاني، وعارف عنده ستايل ازاي يعملها كويس، وعملها كويس واتقن ده. واعتقد الماتشين كانوا مهمين جدا، والماتشات نوعيه الماتشات دي مهمه لينا احنا كنادي، لان كان ماتشين، ماتش المفروض نتاهل فيه، وماتش ثاني المفروض نكسب بطوله، عشان يعني بين قوسين يتم قبولنا من قبل الجماهير، يقبلونا. وده جزء من كره القدم، احنا موجودين هنا عشان نكسب ونحقق القاب، لازم نكسب. ما ينفعش نفكر لحظه واحده ان احنا ممكن نخسر في دماغنا، بس ما عندناش في دماغنا غير ان احنا نفوز. كان برضو مباراه السوبر الثانيه اللي كانت في الامارات، النادي الاهلي برضو الكل اشاد بمستوى اللاعبين ومحمد الشناوي، النادي الاهلي كان هو الاقرب للفوز خلال ال 90 دقيقه، لكن وصلت لركلات الجزاء. ميكيلي اتكلم مع محمد الشناوي قبلها، كان في تمرينات خاصه لمحمد الشناوي على ركلات الجزاء، خاصه ان الشناوي تصدى كمان لركله.
le match de contre Zamalek pour nous c'était la déception dans le sens بالنسبه لنا طبعا ده كان اخفاق ازمتنا كنا افضل وكنا لاعبين افضل المباراه ما كانش لي فرقه واحده بس في الماتش واحنا يعني احنا الثانيين ما كناش موجودين خالص يعني احنا كنا سجلنا هدف الهدف المفروض نجيبه عشان يكسبنا للاسف ما حرزناهوش فوصلنا ضربات الجزاء لكن المحتوى الفني كان كويس في المباراه نوصل ضربات الجزاء الترجيحيه ودي بتبقى زي اللوتريه زي كانها مقامره يعني انا ما فيش حاجه اضيفها للشناوي قبل ضربات الجزاء هو عارف يعمل ايه كويس هو راجل عنده خبرات ولازم برضو نقول من الناحيه الثانيه الزمالك عندهم ناس بيلعبوا بيسددوا ضربات جزاء بمهاره وزي ما بقول لك زي اللوتريه انت بتراهن على اللعيبه واكبر دول في العالم في كاس العالم في كاس العالم في المانيا وفي امريكا وفي كاس العالم اتلعبت قبل كده بيحصل ان ممكن اللعيبه تخفق وتهدي ضربات جزاء لو فقدت تركيزك لثواني وتبقى ازاي تخرج خصمك من تركيزه او وتوصله للحته يعني توصل كحارس مرمى ازاي تخلي اللعيب تاثر عليه وتخليه يلعب في الزاويه اللي انت عايز تصد فيها بقى في الاخر بتبقى فوز 50% 50% ممكن يخش فيك نسبه 50% او تتصدى 50% طيب عايزين نروح لبطوله دوري ابطال افريقيا شايف البطوله ازاي خاصه خلاص ان النادي الاهلي اقترب يعني قبل توقف النشاط من الخطوات الاخيره كان هيلاعب الوداد شايف بطوله دوري ابطال افريقيا ازاي وشايف ازاي كمان حظوظ النادي الاهلي في هذه البطوله خاصه انها كانت غايبه بقى لها حوالي ما يقرب من 7 سنين عن النادي الاهلي أنا نفس الحظوظ زي الفرق التانية. احنا اخر 4 فرق افضل 4 فرق في افريقيا في الوقت الحالي. واحد من 4 المفروض يكسب. وكل عايز يكسب طبعا الاربعة. احنا موجودين هنا وعندنا امل ان احنا نكسب، احنا موجودين عشان نكسب. يعني نلعب باي شكل المهم في الاخر نحقق هدفنا ان احنا نكسب، احنا عايزين نربح اللقب. لكن عشان نوصل للنهائي لازم تكسب، عشان توصل للنهائي وتكسب الكاس لازم تكسب الماتشات الجايه. هنبذل خساره وهدايا ان احنا نكسب. واحنا متعودين ان احنا نكسب. انا عارف الموضوع مش هيبقى سهل طبعا. لان عندنا خصم هيلعب قدامنا وعايز مش هيفرس الماتش بسهوله. هم برضه في دماغهم عايزين يكسبوا زينا وعايزين يكسبوا اللقب زينا. لازم احنا نبقى الاقوى ونفرض نفسنا وندي كل اللي عندنا عشان نكسب ونحقق الكاس للنادي. احنا كافراد جهاز احنا موجودين هنا جينا مصر عشان نحقق فوز عشان نكسب. عايز بقى اخده واساله عن علاقته بالجهاز الفني خاصه اللي يعني اللي قاعدين معاه كمان في المكان اللي هو متواجد فيه سيزا شعيب وايضا كمان كل الجهاز الفني وعلى راسهم طبعا ريني فايلر. الفانتاستيك علاقتي بيهم رائعه بصراحه. احنا بنشكل جهاز بنشتغل مع بعض كفريق عمل نتكلم مع بعض بصراحه بنكون محتاجين نقعد نتكلم مع بعض ما بنخبيش حاجه على بعض. احنا ناس محترفين وكل واحد عارف مهام وظيفته ايه سواء توماس او دافيد او شعيب حتى كابتن سامي احمد سليمان كل افراد الجهاز بنكون عائله مع بعض ده حاجه مهمه جدا. نجاح الفرقه ونجاح النادي من نجاح اسره الجهاز الفني يبقى في حد بس بيتكلم صوت واحد بس صوت واحد لاسره كبيره. طيب تعالى معانا بقى نشوف سيزا المدرب العام وشعيب المعد النفسي قالوا ايه عن ميكيل في التقرير ده وترجع تعلق على كلام سيزا وكلام شعيب. Je connais ميكيل depuis 4 ans. Je le connais quand je travaillais à Anderlecht, il travaillait pour Charleroi, il était là l'entraîneur des gardiens. Il a travaillé pour 10 ans en Charleroi, il a une grande expérience comme entraîneur, il a travaillé avec beaucoup des grands gardiens à Charleroi. Je le connais aussi maintenant ici comme il travaille, c'est une personne très sérieuse, très bien préparée. Je pense qu'il peut améliorer chaque gardien avec son expérience qu'il a. Et je vois aussi chaque jour que je travaille avec lui, les exercices qu'il fait sont très intéressants.
Et en plus de lui, c'est sûrement que comme personne, c'est vraiment une personne très positive chaque jour et il est toujours de bonne humeur et je pense que ça c'est aussi une chose très importante. Bonjour tout le monde, travailler avec Michel c'est un grand plaisir. La carrière qu'il a derrière lui, ça montre ses qualités, ses grandes qualités qu'il a et nous gardiens seulement profiter de sa grande carrière, sa grande savoir et son expérience. Et encore une fois, c'est un grand plaisir pour moi et de travailler avec lui. Et aussi au côté humain, c'est un grand monsieur. عايز بقى تعليق ميكيل على الكلام اللي قاله سيزا المدرب العام وشعيب المعد النفسي. Bah, je tenais beaucoup à les remercier. Wow. أنا بشكرهم جدا على كلامهم. يعني بصراحة مبسوط جدا. بشكرهم جدا على كلامهم يعني. شاف الإثراء والكلام اللي قالوه ده أنا متبادل بيني وبينهم بصراحة يعني. الناس أنا بقدرهم جدا وعلى المستوى الشخصي. على المستوى اليومي احنا بنشتغل مع بعض موجودين مع بعض سواء في الفندق موجودين مع بعض او في العمل مع بعض ناس محترفين على درجه كبيره من الاحترافيه وده شرف ليا بشتغل معاهم بكون موجود معاهم من ضمن الجهاز اللي هم فيه وانا سعيد جدا باللي قالوه ده بصراحه بشكركم يا اصدقائي شكرا ايضا زي ما هو اتكلم عن محمد الشناوي وشريف اكرامي واتكلم عنهم وقال اثنين حراس كبار عايز برضو اتكلم عن علي لطفي ومصطفى شوبير خاصة ان كمان ميكيلي كان بيروح مباريات الناشئين وكان بيتابع بنفسه ودي حاجة كويسة انه يتابع مباريات الناشئين بنفسه ويشوف الحراس بتوعه هم بيشاركوا كمان علي لطفي ومصطفى شوبير Oui, je dois parler les deux. Oui, bah, il y a Choubier, j'ai été le voir plusieurs fois en jeune. أنا بروح فعلا حضر ماتشات وحضرت الشوبير ماتشات كتيرة مع الناشئين. ومهم جدا ان واحد بص عليه مهم جدا حتى ان احنا نفسيا اشوف ماتشاته اكون موجود معاه واشوف حتى تحسنه وتطور ادائه واعتقد ان هو يعني لاعب هو ولد كويس يعني صعب ان هو يتحمل نفسه يتحمل نفسه بمعنى اللي بقدر اقول ان هو يعني ظروفه ان هو عشان والده كان حارس كبير في النادي الاهلي الضغوطات كبيره عليه إذا هو قادر بيعمل وبيحسن مستواه ده عشان هو حارس كويس مش عشان خاطر حاجة تانية مش عشان خاطر بيحمل اسم شوبير اسم والده بالعكس حاجة زي كده المفروض تساعده كل اللي بيعمله دلوقتي شوبير بيشتغل على نفسه واللي وصل له ده يستاهله لأنه مش سهل Mais c'est un garçon très professionnel. هو مثال هو ولد يعني محترف جدا وموهوب جدا جدا. موهبة كبيرة. ومستواه بيتطور بشكل كبير. وفي كرة القدم الناس اللي بتتحسن ومستواها بيتطور ده هي بتوصل بعد كده. هي شاب ذكي طموح وبيشتغل كتير جدا على نفسه. On est toujours en train de travailler ses défauts et ses qualités. نشتغل على طول على الأخطاء وعلى الإمكانيات عشان نحسن الإمكانيات. ونحسن يعني نطور من الأداء ونصلح الأخطاء ونعلي من سقف الإمكانيات بتاعته. وهو بيعرف يشتغل ده كويس بيعمله كويس معايا. هو محترف بشكل كبير. وأنا سعيد جدا 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 بالشغل معاه. نتكلم عن لوتفي. شاب هو عارف اصلا لعب في الدوري الممتاز قبل كده عارف الاداء شكله ايه وامكانياته عاليه جدا عشان كده النادي تفاوض معاه وجابه وتعاقد معاه يعني النادي زي الاهلي بيجيب افضل حراس مش هيجيب حارس يكون وحش وبيجيبهم يحسنوا ادائهم ويطوروهم كمان زي رئيس النادي كابتن ما قال لي كابتن خطيب قال لي مره فبيقول له احنا عايزين يبقى عندنا افضل حراس فطبعا لازم يبقى عندنا افضل حراس ده شيء طبيعي شيء منطقي واحنا بيكون افضل حراس وبنطور منهم كمان ما بنسيبهمش على المستوى يعني ولد شاب يعني امكانياته عاليه جدا يعني عنده في صخب في ادائه كده
في حماس مندفع ساعات، لكن الدفاع انا شايفه في الاخر هو شخص رائع بحبه وبيشتغل على نفسه كويس. ما ينفعش نوصل لمستوى يعلى الا بالشغل، هو بيشتغل كويس على نفسه. ما فيش عندناش حلول ثانيه، لازم نشتغل عشان نحسن ونطور من ادائنا. ما اقدرش اوصل اقول خلاص انا عندي موهبه خلاص انا هكتفي بده. في الوقت الحالي الموهبه بس ما بتكفيش، لازم يكون في خلفه العمل والشغل، يبقى عندك ثقه، عندك ثقه في الناس اللي قاعدين يطوروا من مستواك وبتشتغل معاهم. انا بقول للعيبه اللي عندي انا هنا موجود عشانكم، انا مش مهم كشخص، انا مهم عشانكم، المهم انتوا اطوروا مستواكم، انتوا اللي هتلعبوا مش انا. انتوا بتخسروا انا بخسر، انتوا بتكسبوا انا بكسب. فكرنا من الحته دي يبقى لازم نبني قاعده عمل كويسه مع بعض. وبكرر تاني مفيش حاجه مخرج تاني عشان نحقق نتائج كويسه غير العمل. ساعات بقول لهم بيقولوا اه ساعات بس كده صعب جدا، ده موضوع قاسي، بس هو مش ممكن يكسب غير بالطريقه دي. وما ينفعش نوصل للقمه غير بالاسلوب ده. لازم دايما نحط قدامنا كهدف القمه عشان حتى وصلنا تحتيها نوصل فوق. نص الطريق من غير مقبول بالنسبه لنا، لازم نفكر نحط قدامنا هدف القمه. لان الكمال مش موجود في كره القدم بطبيعه الحال. لكن لازم نكون اقرب حاجه للقمه او للكمال. واعتقد علي بيعمل ده كويس مع نفسه. وانا مبسوط منه جدا. طيب تعالى معانا بقى نشوف علي لطفي ومصطفى شوبير قالوا ايه عن مدربهم، مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي. اولا بسلم على الكابتن اسامه حسني وعلى ضيفه كوتش ميشيل واقول له وحشتني، بقالنا فترة وما بنشوفش بعض، وبقالنا فترة ما بفيش شد وجذب بينا في التمرين، تفاهمني طبعا. بقوله طبعا وحشتنا، وطبعا بقالنا فترة ما بنشوفش بعض بسبب الفيروس كورونا، وان شاء الله اولا تعدي الدنيا على خير على العالم كله، وربنا يعدي على خير على الجميع. بقوله لينا راجع ان شاء الله، وحشتني تمرينك. وميشيل من المدربين اللي اضافت لنا كتير جدا الفترة اللي فاتت، وده باين على مستوى الماتشات وعلى مستوى الشناوي وعلى مستوى اي حد فينا بيلعب. الراجل بصراحة يعني من تمريناته مجتهد جدا، وبيذاكر وبيتفرج على حاجات كتير، وبيقعد يتكلم معنا في مواقف كتير جدا في الماتشات، خاصة أنا مثلا بيتكلم معايا كتير جدا. بنشتغل شغل كويس جدا في التمرين بشغل رد الفعل. مستر ميكيل عامل ايه؟ وحشني في فترة الأجازة اللي احنا فيها دي، وبتمنى نرجع التمرين في أقرب وقت. طبعا نور قناه النادي الاهلي، وبشكرك طبعا على الاضافات اللي انت بتضيفها لنا في التمرين، وان شاء الله اكتر من كده الفتره اللي جايه، وباذن الله نحقق انجازات كتير بقيادتك انت والجهاز الفني كله. وان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره خير علينا، ربنا يعدي الايام دي بس على خير، وان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره خير علينا، وان شاء الله نكمل مسيرتنا الدوري وافريقيا ان شاء الله. لو عايز بقى تعلق على شوبير. واو aussi c'est quand même assez ça me flatte ده حاجه كده بيسعدني كلام. هم كمان برضو انا سعيد بالشغل معاهم. ده معناه ان هم كويس بيستوعبوا الشغل بتاعي كويس، انا مبسوط. ما انا ساعات بيقعدوا يقولوا ده شغل قاسي شغل صعب، لكن برضه هم مستمتعين بيه. علي ساعات بيقعد يعاكسني كتير على الصفه سودات بطريقته، ساعات بيعملوا معايا
وانا برضو بعكسه برضو انا برضو بعض اشكسه ايه وده حاجات كلها ايجابيه طبعا كل حاجه بالشغل بتبقى كويسه بس فعلا هو بيعكسني كتير Donc je suis assez flatté venant des gardiens, ça veut dire. اسعد جدا بالحرص معايا بمعنى في شغل كويس بيتعمل في شغل بيحصل في الكواليس وبينعكس بتحسن في الاداء وده الهدف الاساسي ان مستوى حراس مرمى يتطور حراس المرمى بتوعي ما سمعت اللي قالوه انا سعيد جدا مبسوط وبيديني حتى رغبه اكتر خليهم يستغلوا او يستفادوا بخبرتي اكتر وهو ده النجاح فعلا لما يبقى في علاقه حب ما بين الجهاز الفني ما بين اللاعبين ما بين مدرب حراس المرمى وايضا الحراس اللي دايما متواجدين معاه بصفه مستمره في التدريبات وفي المباريات عايزين نتعرف اكتر من ميكيلي بقى عن حياته الاسريه وعن العائله Bon, ma famille, c'est quand même en partant ici pour l'Égypte, c'est لما جيت هنا القاهرة ورحلت قعدت في القاهرة ما كانش سهل طبعا بالنسبة لي. لكن زوجتي شايفة إن أنا كنت يعني كنت فرحان ومنجذب جدا لتجربة إن أجي ألعب في مصر أدرب في مصر وافقت إن أنا أعمل ده وما كانش عندها مشكلة. لأن كان عندي بنت كانت قاعدة في لندن وبتشتغل في لندن واحدة تانية في إيطاليا بنت التانية في إيطاليا وعندي ولدين قاعدين في بلجيكا فأنا يعني في بتحرك كذا دولة يعني وانك تسيب الاربع دول وتروح وتسافر للمجهول يعني بين قوسين المجهول لكن العائله عندي تفهمت ده كويس لان ده الهدف من كره القدم انك دايما تروح اعلى وتحقق هدف اعلى وتروح افاق مختلفه وتروح اعلى وتشوف في حد في الاولاد بيلعب كوره عنده فوتبول وبيجوي فوتبول الابن الكبير ابنه الكبير حارس مرمى كان بيلعب في مونس برضه لعب ثلاث ماتشات درجه اولى وماتش درجه ثانيه انا بصراحه فضلت ان هو يبطل كوره يشوف حياته وهو عمل كده بصراحه يوم ما بطل كوره انا كنت سعيد جدا قلت له ده قرار صائب اللي انت خدته ده لانه بصراحه ما كانش جد يعني في الالتزام بمواعيد التمرين في الشغل هو عنده امكانيات كويسه كحارس مرمى بس ما كانش جد يعني ما كانش منضبط ما كانش جد ولا كانش منضبط اكتر عكسي انا في حته الانضباط لكن هو واد رائع عنده اندرياس كلاجر عنده 27 سنه بيلعب يعني درجه منخفضه شويه في الكوره هو بيلعب دلوقتي بس مش في الدوري الممتاز هو جه هنا زار مصر وشاف التمرين اتفرج ديفونس جوش ديفونس جوش باك جاردي بيت لا هو باك ليفت بيلعب مدافع طيب عنده احفاد عايزين نساله بقى عن الاحفاد عنده ثلاث احفاد ثلاث بنات لويزا طيب احنا عاملين مفاجاه لميكيلي دلوقتي سجلنا مع اسرته يجي معانا دلوقتي بقى ويسمع ويشوف الرساله اللي هم وجهوها لميكيل ويرجع يعقب على كلامه مره ثانيه Bonjour tout le monde. Bah voilà, je suis la femme de Michel, Anna. Évidemment, mon mari me manque. Après 36 ans, on a été séparés, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Mon mari est vraiment heureux chez vous. Il vit ça très bien. Donc nous aussi, on le vit très bien. Il manque à tous ses amis, à ses enfants, à ses petits-enfants. Mais heureusement, on a la chance de vous suivre ici grâce à la télévision. On suit vos matchs et nous on trouve ça merveilleux. J'ai eu de la chance de venir deux fois en Égypte. C'est merveilleux, c'est magnifique. Vous êtes tous très très accueillants. Je me suis toujours sentie en sécurité et l'accueil est formidable. Michel vit cet éloignement très bien. Nous aussi. Mais bon, il nous manque.
J'ai hâte de le rejoindre. Peut-être l'année prochaine. Bonne chance pour la suite du championnat. On est sûr que vous allez être des champions, parce que vous êtes des champions. On vous aime tous très fort. Et merci, merci pour tout ce que vous faites pour Michel. Ce n'est que de l'amour et on vous embrasse tous. Bonjour, je suis Mathias, le fils de Michel Yannakon. Je fais cette vidéo pour vous remercier les dirigeants, les supporters, le staff pour l'accueil que vous faites au quotidien à mon père. Même s'il a des milliers de kilomètres, on est content et fier de lui. Il est en train de vivre la plus belle expérience de sa vie à l'Ali et c'est un honneur pour nous que notre père soit dans le plus grand club africain. Et voilà, plein de bonnes choses pour la suite et forza à l'Ali. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme formidable, c'est mon père Michel Yannakon. C'est un entraîneur et un père hors pair. Il a été accueilli à bras ouverts par le club et le supporter d'Al-Ahly et pour ça je vous en remercie. J'ai eu la chance de venir au Caire et de voir le peuple accueillant et chaleureux que vous êtes et j'espère revenir très bientôt. Je voulais juste souhaiter bonne chance à mon père, au staff, au club, aux supporters et j'espère que vous aurez encore beaucoup de titres dans le futur. Et shukran, à très bientôt. Bonjour, je suis la fille aînée de Michel Yannakon et voici ma fille, donc sa petite fille. On voulait vous remercier pour votre accueil, votre immense gentillesse. Ça fait maintenant 9 mois qu'on ne se voit pas, donc le quotidien nous manque. Mais c'est une grande satisfaction pour lui d'être parmi vous. Donc voilà, papa, je te souhaite bonne chance, tu le mérites vraiment. Et forza l'Ali! Salut papa, salut les fans de l'Ali. Papa, tout d'abord, tu nous manques. Sache qu'ici en Belgique, on est confiné. Et voilà, on respecte, toute la famille respecte les règles de confinement. C'est dur, mais c'est comme ça. Encore moins avec le foot. On était devenus des fans inconditionnels de l'Ali. On a suivi votre parcours en Champions League jusqu'en demi-finale. Votre parcours en championnat où vous étiez quasi champion. Donc voilà, mais d'abord la santé publique, il faut penser à la santé, suivre à la lettre les recommandations du gouvernement. Donc voilà, l'Égypte me manque. D'ailleurs au passage, je voudrais remercier tous les personnes d'Al-Ahly qui m'ont accueilli quand je suis venu une première fois. J'espère revenir le plus vite possible. Et stay at home, c'est important. Voilà, bisous papa. Salut les fans d'Al-Ahly, à bientôt. Je pense que c'est... بالنسبة لعيلة بتاعتي... Ils ont quand même du mérite, parce que c'est pas évident. بصراحة بشكرهم لما سابوني اسافر واسيب اوروبا بعد سنين طويله احنا مقضينا مع بعض وبسيبهم باجي بدور على تجربه جديده بره وبسيبهم فبشكرهم جدا على ده بشكرهم لان مش سهل ان هم يتقبلوا قرار زي ده ويقبلوا ان اسيبهم وارحل لكن انا حظي سعيد انا حظ ان هم مراتي كانت جات لها فرصه هي وبنتها هي وبنتي يعني جت هنا مصر وزارت وحبت البلد وشافت انا عايش ازاي وانبسطت وانا عارف ان هنا حتى متقبل جدا وحاسس قد ايه الناس بيحبوني وقد ايه انا عايش حياه كويسه اطمنت سواء من زمايلي او من لاعبين او من الجماهير او من النادي فاطمنت ان انا في ظروف كويسه وفي اجواء كويسه جدا اجواء عمل كويسه جدا واطمنت عليها وان انا في امان كبير هنا في مصر وانا بشكرها بس قبل كل حاجه ان قدمت تضحيات كبيره جدا اكتر مني واقدر اقول حاجه يمكن بقول لك انا بحبك وبحبكم انتوا كاسر ان شاء الله يتجمعوا قريب كان ليه تصريح مهم جدا بيقول وانا ماشي هنا في شوارع القاهره بحس نفسي ان انا كريستيانو رونالدو دايما الناس بتوقفني تصور معايا عايز اسمع رايه عن جمهور النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل هنستكمل الحوار مع مستر ميكيلي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي بجد تحيه بحضراتكم مره تانية واستكمل الحوار مع مستر ميكيلي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي الحوار
صراحة اللي أنا مستمتع به شخصيا. كنا بنسأله دلوقتي وكان ليه تصريح مهم في إحدى الصحف البلجيكية وقال بيعملوني في مصر كأني كريستيانو رونالدو، كل ما أمشي في الشارع الناس بتوقفني، أدخل أي مطعم الناس بتوقفني علشان تصور معايا. وكان بيتكلم برضو عن عظمة جمهور النادي الأهلي. Oui, c'est exceptionnel. فعلا ده حاجة استثنائية جدا. لما وصلت هنا القاهرة بعد يومين ثلاثة لقيت في ناس بيوقفوني في الشارع ياخدوا صور معايا. وكل ما بتقدم في الموسم وبحقق نتائج بقيت بيعرفيني في كل حتة تقريبا. لأن القاهرة حوالي 20 مليون ما بتبقى معروف بالنسبة ل 20 مليون كل الناس في كل حتة بتمشي فيها حاجة زي كده بتخلي يعني بتسلق قلب بتخلي وببقى سعيد بقى باخد صور مع الناس في الشارع. الناس بتعشق النادي الأهلي. وأنا بالنسبة لي كيكون مدرب حارس أسمر من نادي كبير زي النادي الأهلي يبقى مشهور زي ما قلت كده بقى كاني حاسس ان كريستيانو رونالدو وانا ماشي في الشارع. ده حقيقي فعلا بيوقفوني في الشارع بيصوروا معايا على طول. حاجه زي كده فعلا بتسعدني جدا. ويعني هو بيقدروا شغلي وبيقدروا مجهودي مع الفريق. وزي ما بقول حاجه زي كده برضه بتخليني فخور. طيب تعالى معانا نشوف راي جمهور النادي الاهلي في ميكيلي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. الو مستر ميتشل، اتمنى انك تكون بصحه جيده. منور قناه الاهلي مع كابتن اسامه حسني في برنامج احوار خاص. احنا بندعمكم وبنساندكم في كل وقت. مستنيين منكم شغل كتير الفتره الجايه ان شاء الله نحقق كل البطولات، بطوله الدوري، بطوله الكاس، بطوله السوبر، بطوله دوري ابطال افريقيا اللي غاب عننا طبعا بقى لها اكتر من 6 سنين. نادي الاهلي رقم واحد في مصر ورقم واحد في افريقيا وده اعظم نادي في الكون، مش كلام وخلاص. انت مدرب حراس مرمى اعظم نادي في الكون. مساء الخير مستر مشيل، اهلا بيك في قناه النادي الاهلي في حوار خاص مع كابتن اسامه حسني. بنشكر حضرتك على تطوير مستوى الشناوي الملحوظ وانت معاك افضل حراس مرمى في مصر والوطن العربي، وباذن الله نحقق بطوله افريقيا. وشكرا وسلام الكابتن اسامه حسني. مستر مشيل يانكون، احنا سعداء ان حضرتك موجود النهارده مع كابتن اسامه حسني على قناه النادي الاهلي. احنا بنشكر حضرتك على مستوى كابتن محمد الشناوي وكل حراس مرمى النادي الاهلي في الفتره الاخيره. كل التوفيق لحضرتك في بيتك النادي الاهلي. مستنيين افريقيا باذن الله، ولازم حضرتك تعرف ان انت بتدرب احسن نادي في افريقيا، ولازم يكون الحراس بتوعه على قدر المسؤوليه ان هم بيلعبوا لاحسن نادي في افريقيا. بالتوفيق يا رب. كابتن ميكيلي، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، شاشه قناه نادي الكره، مع كابتن أسامة حسني المتألق دائما وأبدا. طبعا كلنا في البداية حابين نشكر حضرتك على الأداء المتميز جدا من حراس النادي الأهلي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. طبعا كلنا بندعم حضرتك وبنساند حضرتك، وبرضه بنقول لحضرتك إنك معاك أفضل حراس في مصر ومعاك الحارس المونديالي محمد الشناوي. كلنا في ظهر حضرتك وكلنا بندعم حضرتك، وإن شاء الله تجيب لنا أفريقيا السنة دي. تعليقك بقى على راي جمهور النادي الاهلي. Oui, je tiens beaucoup à les remercier. طبعا بشكرهم. Parce que c'est très important aussi pour moi les supporters. لأن مهم جدا طبعا راي الجماهير. لما توصل في نادي كبير زي النادي الاهلي ونغير مدرب الحراس ونجيب مدرب جديد ونجيب واحد اجنبي. الموضوع طبعا بالنسبه للجماهير يعني بيشوفوا ده بيقيسوا الاحوال شكلها ايه، بيشوفوا كويس ولا لا. وانا فاكر اول مباراه ليا في كاس السوبر مع الزمالك ماتش السوبر الاولاني ولقيته بيرددوا اسمي وانا حسيت ان جسمي اشعر بصراحه. وحسيت حتى حاجه كده يعني اثرت يعني اثلقت قلبي وحسيتني بسعاده كبيره ان الجماهير بتهتف باسمي. وانا قلت هعمل كل حاجه سيكون على قدر المسؤوليه وعلى عشان اسعد الجماهير وعلى قدر المسؤوليه المنتظرينها من النتائج كويسه منتظرينها من حراس الفريق. وانا هشتغل مع حراس بشكل كبير عشان احقق افضل نتائج. وده فعلا بيديني شعور بالرغبه اني اشتغل زي المجنون ادي كل اللي عندي. وعايز اقول حاجه مهمه، لما اشوف ماتش ستاند داونز اللي كان هنا ماتش الذهاب جماهير الاهلي اللي جم من بعيد فعلا حاجه يعني مش طبيعيه. انا بصراحه برفع لهم القبعه
وبشكر جدا جماهير اللي بتحضر وبتساعد الفريق. شفناهم هنا مع سان داونز عندنا الماتش الذهاب على ارضنا، لعبوا دورهم على اكمل وجه بصراحه. يعني فعلا بصراحه كان لهم لاعب اضافي معانا في الفريق، كان لاعب ال 12 الفريق كان الجماهير، وبصراحه لعبوا دورهم كويس وانا سعيد جدا بتواجدهم معانا. يعني انا سعيد برضو بكلام مكيلي عن جمهور النادي الاهلي وايضا عن التاقلم السريع هو الجهاز الفني كله في الاجواء المصريه. عايز اخده بقى للحاجات الحلوه، يعني هو ما شاء الله فت محافظ على وزنه، لكن الاكلات المصريه اكيد يعني جرب الاكلات المصريه. وي جي غارد مالي، انا بحافظ على جسمي بس بحب اكل رغم اني بحافظ على جسمي. وانا دقت هنا طبق عمري ما دقته في اي حته في العالم. طبق ايه بقى؟ الحمام المحشي بالرز، حبيته جدا. هنا بصراحه المطبخ المصري بيعجبني. الوجبات يعني ساريه. انا شفت الحس المصريين بيحبوا ياكلوا كويس. ده بيناسبني كويس، انا بحب كده. طيب انا بنصحه على الهواء، جرب الكشري. ما جربش الكشري؟ انت قلت لي الكشري؟ الكشري جافي دوري دوقته ده الكشري. لكن افضل اكتر الحمام المحشي. بدل ده الحمام والكشري يبقى خلاص هو كده بقى مصري، يعتبر مصري مننا خلاص دلوقتي. دلوقتي عايز اساله برضو، جرب السواقه في مصر. كونديير لا شوز كي ما ماركي لو بلوس لا كونديير. اكتر حاجه يعني لفت نظري السواقه في مصر. مش طبيعي بصراحه. بلاقي الزحمه دي كلها والعربيات دي والكلاكسيات الكبيره. ما بشوفش حوادث، يعني كله بيطلع بيعرف يخرج نفسه منه. اوروبا كله ماشي ورا بعض ومع ذلك بيحصل حوادث كتير. في مصر الدنيا ملخبطه مع ذلك ما فيش حوادث. انا مش فاهم ازاي بتحصل دي. لكن بشوف حاجه رائعه بصراحه، اشوف الناس بتمشي في الشارع، محدش بينفعل بشكل كبير. دي طريقه يعني زي اي طريقه تانيه، بيحاولوا يوصلوا للاخر، بيحاولوا يعني بيأقلموا نفسهم على الوضع. طيب جات له فرصة ان هو يزور الاماكن السياحية في مصر في يوم اجازة او كان حريص عليها؟ لا البيراميد جام بيان، حبيت الاهرامات وحبيتها. رحت الاهرامات 3 مرات، مرتين الصبح ومرة بالليل. رحت الاهرامات وشفت حاجة رائعة بصراحة، وشفت المتحف المصري. المتحف المصري قريب من مصر بصراحة رائع وجميل جدا. مصر طبعا مش محتاج اتكلم عن مصر، الكل عارف تاريخ مصر العظيم. تاريخ عظيم طبعا، في حاجات كتير جدا اشوفها. لو اتكلم عن التاريخ هنلاقي حاجات كتيره كويسه جدا بالنسبه للانسانيه. وشايف الحاجه زي كده ضعيف انا شايف. يعني فريقك المفضل او بتشجعه بعد النادي الاهلي؟ يوفنتوس. بتحب اليوفنتوس عشان كريستيانو ولا عشان بوفون؟ بوفون بوفون طبعا حارس عظيم، هو الحارس المفضل عند ميكيل بوفون. ميور جارديان موند جارديان دو كور، هو واحد من افضل حراس في العالم بشكل طبيعي، فلازم اكون بحبه. يعني فوالا دونك مالون سا توجور ايتي لا يوفنتوس شي با بوكو. يعني طول عمري بحب اليوفنتوس، حتى يعني من زمان قبل بوفون، مش عارف ليه بحب اليوفنتوس من زمان. بيبقى في اختيارات بتختار نادي تشجعه، وانا بالنسبه لي مش عارف ليه اخترت اليوفنتوس من زمان، بحبه بشجعه. وابني بيشجع الانتر ميلان وانا بشجع اليوفنتوس. يوفنتوس متصدر والانتر الثاني، فرقتي وفرقة ابني. في نهاية حلقتنا النهاردة يعني بحب أوجه لك الشكر على أنك تكون يعني كنت ضيف معانا في قناة النادي الأهلي في أول ظهور إعلامي ليك. كل المصريين دايما مبسوطين بميكيل بابتسامته، ودايما ان شاء الله تكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي وتحققوا بطولات كتير وتقدروا تسعدوا جمهور النادي الاهلي. وبكرر شكري ليك مره تانية انك انت اتاحت لنا الفرصه تكون موجود معانا، وتكون ايضا موجود مع جماهير النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. با جي تيان دير شكرا. احب اقول شكرا. ان شاء الله ان شاء الله. وبرضو بوجه الشكر للدكتور عمرو محب، يعني اللي كان معانا النهارده في الترجمه. والدكتور عمرو محب هو يعني احد العناصر المهمه في الجهاز الفريق الاول بالنادي الاهلي، وليه دور مهم جدا، وانا بشكره شكر خاص ان هو كان موجود النهارده معانا في ترجمه مع مستر ميكيل. شكرا يا دكتور عمرو. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر ضيفي وضيفكم في حوار خاص اللي كان منورنا النهارده مستر ميكيل، اللي انا شخصيا استمتعت بالحوار معاه
فتح قلبه لينا في أسئلة كتير، علاقته مع مستر فايلر، مع جمهور النادي الأهلي وحراسه، وأنا شخصيا استمتعت بالحوار. نشوفكم إن شاء الله قريبا في حوار خاص مع نجم آخر على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.